تعاملت مع ما جرى في مجلس النواب في جلسة استجواب وزير الدفاع بطريقة حاولت فيها إبطال كل الحجج والإدعاءات التي ساقها من اتهمنا لتفويت الفرصة على من يحاول إخفاء الحقيقة للتهرب من إرادة الشعب والسلطة، وعلى الرغم من أن هذه الإدعاءات باطلة جملة وتفصيلا ولا أساس لها من الصحة، ولم يقم دليل على ثبوتها، وقد شابه الكثير من التهجم والتطاول على السادة النواب بكلمات نابية لا تليق بقدسية قبة البرلمان، فإننا أكدنا أن القضاء هو الحكم الفصل في إثبات أو نفي ما ورد من هذه الإدعاءات، وقد رأيت ساعتها أنه من الضرورة بمكان الاستمرار بجلسة الاستجواب حتى وإن كان ذلك على حساب بعض الاعتبارات، لكن الشعب العراقي أهم منها وأكبر. كما تمت